اوعدني انك مش هتخبي عليا حاجه مهما حصل. مهما حصل، مهما حصل. انا بقى بحب دايما التفاصيل الصغيره اللي محدش بياخد باله منها خالص. زي ايه بقى؟ زي ان انت عورت نفسك النهارده وانت بتحلم علشان كنت عايز تيجي تفطر معانا. وزي ان انا اول ما هقوم دلوقتي هدى هتيجي على هنا جري وهتسالك كنا بنقول ايه. انا بصراحه عايز اطلب منك طلب، ومش عايزك تفهمي غلط. هو طلب عادي على فكره، اي اتنين صحاب يطلبوه من بعض، ولو مش عايزه حقك. موافقه. مش كنت عايز تعزمني على العشاء بعد الشغل النهارده؟ عرفتي منين؟ شفتك وانت بتتفق مع عم مينا ان هو ياخد مكانك الليله. ده غير طبعا ان انت جاي النهارده متشيك واخد بالك من نفسك قوي، فقلت اكيد يعني هتعزمني النهارده بره. يا سلام، طب ما انت النهارده كمان جايه متشيكه على الاخر. افرضي كنت عزمتك في يوم تاني. لو ما كنتش عزمتني النهارده كنت انا جيت وعزمتك. انا موافق، بس على فكره المكان حلو قوي. بس هو مش غالي شويه ولا ايه؟ لا ما تقلقيش، ما انا عامل حسابي ان انت بس اللي هتاكلي، واللي هيتبقى منك هاخده معايا وانا ماشي. طب كويس بقى انك قلت لي عشان اطلب كتير. براحتك. عايزاك تبطلها. انا بحب اشرب سجاير، بتهديني. بتضرك. عشان خاطري عايزاك تبطلها. حاضر، هحاول.